الحبهان او الهيل هينشط لك البنكرياس، او هينشط لك البنكرياس وهيحسن مستويات السكر في الدم وهيظبطها. مش بس كده، ده بيظبط الدهون في الدم وضغط الدم المرتفع، وبيعزز المناعة وغني بالمنجنيز اللي مهم في الناس اللي متعرضين للسكر، فهو بيحميهم منه. تعال بينا نشوف ايه فوائده وازاي تستخدميه، ولو عايزة تستخدميه حاجات تانية زي رائحة النفس الكريهة ازاي تستخدميه، كل ده في الفيديو. فياريت تعملي لايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد، وشكرا. وتعالوا بينا بقى نشوف الوصفة وايه اهمية اعملي الحب. لايك وشير للفيديو ده. طب تعالى نشوف بينا ايه اللي معانا وايه فوائده وازاي نستخدمه. اول حاجة معانا ايه؟ معانا الحبهان او الهيل، ليها كذا اسم. ده دي بيسموها يا جماعة ملكة التوابل، زي ما انتم شايفين ده حبهان او هيل، بيسموها ملكة التوابل، ودي تالت اغنى توابل في العالم كله بعد الزعفران والفانيليا. بجد عارفين شوية دول عشان تشتريهم غاليين جدا، على فكرة غاليين جدا جدا، يعني هي غالية بس ايه بتجيب نتيجة ومفيدة. في دراسة اتعملت جديدة على ان الحبهان او الهيل ضروري المريض السكري خاصة النوع الثاني. ليه؟ بيعمل على السيطرة على مريض السكر، على مستوى السكر في الدم والكوليسترول، وبيحد من مضاعفات مريض السكري، بيقلل بقى من حاجة اسمها الإجهاد التأكسدي، وخصوصا الجهاز التأكسدي اللي بتتعرض ليه خلايا البنكرياس والكبد. مع الوقت الخلايا الناتج بتاعها بيروح يدمر البنكرياس والكبد، فانت ازاي بتحمي نفسك؟ المواد اللي موجودة في الحبهان او الهيل كويسة جدا ليها. طب ليها ايه تاني؟ قالت الدراسة اللي نشرتها مجلة الطب التكميلي والبديل ان المركبات مضادات الاكسدة اللي موجودة فيها بتعمل على تحفيز انزيم الإيريسين. الإيريسين ده المسؤول عن تحسين حساسية الجسم للأنسولين والسيطرة على مستوى الجلوكوز والدهون في الدم. يبقى بتعمل إيه؟ بتعمل على السيطرة على السكر وعلى الدهون. إزاي؟ بمادة الإيريسين أو إنزيم الإيريسين هي بتشغله. يعني أظهرت دراسة إن تناول مريض السكري خاصة من النوع الثاني لحبوب الهيل لا يساعد فقط على تنظيم السكر في الدم، لا بيقلل من المخاطر اللي ليه. يعني مضاعفات قدم سكري، حصل لك تنميل، حصل لك التهابات وما بتتعالجش، او جرح وما بيشتغلش، كل ده بتظبطه بتقلل مضاعفاته. الحبهان اللي انتم شايفينه ده غني قوي بالمنجنيز، وهو معدن مهم جدا جدا، فبيقلل الاصابه للسكر. يعني ايه؟ الناس اللي متعرضة وعندهم في العيلة ناس كتير فخايفين يتعرضوا، فهي غني بالمنجنيز اللي هو بيحميكي انك تخش على طول في السكر او منه. بيحسن صحة الجهاز الهضمي، وانتوا عارفين مريض السكري كل مشاكله برضو جهاز هضمي. وفقا لدراسة هندية اتعملت يمكن استخدام الحبهان لتعزيز الهضم لو حد عنده امساك وغيره. فبيحسن ايه كمان؟ عملية الايض او التمثيل الغذائي، لانه فيه مضادات اكسدة ومضادات التهابات قوية جدا جدا. بيحفز افراز العصارة الصفراوية في المعدة، بيساعد مما يساعد في عملية الهضم والتمثيل الغذائي. فيعالج لك ايه بقى؟ ارتجاع المريء وحرقان المعدة والاسهال. مفيد جدا جدا يا جماعة بشكل ايه؟ كويس. طب ليه اهمية في القلب؟ طبعا بيعزز صحة القلب. ليه؟ خصائص الحبهان المضادات الاكسدة اللي موجودة فيها بتعزز صحة القلب، حيث ان الحبهان فيه الياف وهي عناصر غذائية بتساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم وبتعزز صحة القلب. كلمة كوليسترول مرتبطة بمشاكل القلب، فانت طالما خفضت الكوليسترول يبقى خفضت مشاكل القلب. ده كلها في الحبهان، مفيدة جدا جدا. بيقلل برضو ضغط الدم، عشان كده بيسموه المنعش لمريض الايه؟ القلب. بالوقاية بقى ايه من السرطانات، اظهر الحبهان كعلاج طبيعي للسرطانات وغيره. فحاجة كويسة جدا جدا ممكن تستخدموها، مش بس المريض السكري كظبط وافراز الانسولين وظبط السكر في الدم، لا لحاجات تانية زي اللي انا بقولها لكم دي. ليه خصائص بقى بالنسبة للكلى؟ مضر للبول، في فتعالج لك لو عندك ضغط دم او غيره، ومهمة جدا جدا في الصرع والفشل الكلوي. وخصائص المضرة للبول زي ما انتم عارفين بتعمل على ازالة السموم من الجسم. بيحارب الربو، بيلعب الهيل دور في مكافحة الربو زي الصفير والسعال وغيره،
وضيق التنفس وبيعزز الدورة الدموية داخل الرئتين. يمكن استخدام الحبهان الأخضر لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والعديد من المشاكل. طيب هتستخدميه ازاي؟ هتضيفي بعض من مسحوق الهير ده او الكاري، او مضغ بعض البذور لفتح شهيتك. هنقوم ضايفين برضو بذور الهيل على كوباية الشاي دوت، هيوقي لو عندك صداع او غيره هيعالجه. طيب ممكن تمضغي حبوب الهيل، بتعمل على تغيير انفاسك، لو عندك رائحة نفس كريهة ممكن تاخدي تفتح الهيل ده، بصوا ده بيتفتح من جوه وبتمضغيه، لو عندك رائحة فم كريهة، عندك بكتيريا هي السبب، كل ده بيتعالج. انا بقول لك الطريقة وبتستخدم في ايه، تمام؟ يبقى لو هتحطيه على كوب شاي هتعالج لك الصداع، حبتين من دي، ممكن حب زي ما هو او تقشريه وتحطيه. بتساعد على التخلص من السموم في الجسم، وبتخلصك من اليوريا والزايدة والكالسيوم وغيرها، تمام. طب ليها فوائد تانية؟ طبعا. طب زي ايه؟ اي اول حاجة برضو بتمنع حدوث الجلطات الدم، عن طريق ان هي بتمنع تراكم الصفائح الدموية والتصاقها في الجدران الشريان. برضو بتحتوي على العديد من الفيتامينات والمغذيات وزيوت اساسية كمضاد اكسدة ومقاومة شيخوخة. بس في تحذير مهم، الاقصار من تناول الهيل بيسبب حموضة في المعدة وممكن يودي القرحة، فانتوا تخلوا بالكم عشان ما يوديش قرحة وما يسببش حموضة. وبرضو الاكثار من تناول الهيل بيعمل حساسية عند بعض الاشخاص، تمام؟ فانتوا تخلوا بالكم، لان الهيل ليه، بما انه ليه فوائد كويسة، برضو كثرة استخدام اي حاجة يا جماعة برضو ايه بتبقى مضر. زي ما احنا قلنا برضو مريض السكري بيبقى مصاحب لدهون عالية بالاضافة لضغط الدم، هل ده مفيد لضغط الدم؟ طبعا. ازاي؟ في دراسة اتعملت لقوا ان الناس اللي تناولوا 3 جرام من مسحوق الهيل على مدى 12 اسبوع لقوا ان ضغط الدم الانقباضي والانبساطي قلوا، في حاجة كويسة جدا جدا، فما تدخلكوش في مشاكل واضرار كتيرة ممكن تعملها. طيب احنا بقى بالاخص المريض السكري، هل هو مفيد؟ طبعا مفيد، وخصوصا ان الناس اللي عندهم سكر وعندهم مستويات منجنيز قليلة، في الهيل بيساعد في رفع مستوى المعادن لمريض السكري، وهو خيار جيد جدا جدا لاي شخص عنده قلق على مستوى السكر في الدم. وفي ناس بيحطوا الهيل على القرفة، بما ان القرفة بتعمل على حرق الدهون وبتعمل على بيسموها مهلك السكر، فبيحطوا الاثنين على بعض. يبقى دي الطريقة اللي ممكن تستخدمها، ممكن لوحده او ممكن على ممكن تحطي عليها معلقة قرفة، حبتين هيل على ربع معلقة قرفة وتشربيها، كويسة جدا جدا. ممكن بقى ايه التوابل اصلا، ممكن بقى تعمليه شاي، في ناس بيعملوه بدل الشاي وكده وبيبتدوا ياخدوه دوت، لو استخدمتيه على شاي بينشط السكر، بيعمل على تنشيط السكر في الدم، بس بشرط يكون غير محلى، يعني بيظبط لك مستوى السكر في الدم. وفي طحينة الهيل، لو انتوا ما سمعتوش عنها، في حاجة اسمها طحينة الهيل. في كوب حليب بقى يبقى خالي الدسم، وحاجة تانية بس دي مش من مرض السكري طبعا، وموز وغيره ممكن تقرأوا عنه. يبقى الهيل مفيد جدا جدا لمريض السكري، هيظبط له المناعة، هو رافع مناعة قوي جدا جدا، بيحميك من اضطرابات العقل العقلية وغيره، وخصوصا رائحة النفس، عشان مريض السكري رائحة نفسه كريهة، فهو بيظبطها له. ولو انت عايزه للنفس بس، وبرضه هيبقى ليه أهمية برضه انك تاخديه، او انت تاخده ايه، تمضغ حبتين منه على الريق كده الصبح. يبقى لو استفدتوا بقى يا جماعة ما تنسوناش بالدعوات، وتعملوا لايك للفيديو ده وشيروه وشاركوا لكل الناس، عشان كل الناس تدعي لكم وكلنا نفيد بعضنا. يبقى عرفت الطريقة وعرفت ايه فوائده، بتعزز كل صحة الاجهزة تقريبا، وفي مواد مادة المنجنيز ومعادن قوية جدا. شكرا جدا جدا ليكم على دعمكم، وهو ده الهيل او الحبهان.